مرحبا بكم وما كنت في حلقة جديدة من برنامج الأولى الإخبارية. موضوعنا اليوم حوار الحضارات، حوار الأديان والمذاهب، حوار العقول النيرة، حوار التسامح والاعتدال. كم نحن في حاجة إلى ذلك في مواجهة التطرف والتزمت والانغلاق والإقصاء. ينحر المسلم أخاه المسلم الآخر باسم العقيدة والدين، يفجر الجوامع، يفجر المساجد، يهدم الكنائس ويهدم المعابد، يسلح رجل الدين باسم المذهب والتنظيم باسم الجماعة. حتى نضع المشاهدين في الإطار، ينطلق اليوم الاثنين تحت رعاية عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ينطلق مؤتمر حوار الحضارات والثقافات بمشاركة 500 شخصية من مفكرين وباحثين وحتى رجال دين. ومن المنتظر أن يستمر المؤتمر والذي يأتي تحت عنوان الحضارات في خدمة الإنسانية، يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل. وفي ذلك أعلن رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر حوار الحضارات والثقافات الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة مؤتمرا صحفي حضره فريق قناة الجنوبية، أعلن عن احتضان البحرين لمؤتمر حوار الحضارات والثقافات، فيما تحدث عن مساع لوضع وثيقة تحت مسمى وثيقة البحرين. تعنى هذه الوثيقة بالتعايش والسلام، فضلا عن مساع لأن تكون البحرين محطة من محطات حوارات الحضارات الإقليمية وحتى العالمية. إذن للحوار في هذا الموضوع وكشف مدى أهمية حوار الحضارات والأديان والمذاهب في مواجهة التطرف والتزمت، نستضيف اليوم في الأولى الإخبارية السيد توفيق بن رمضان، كاتب وناشط سياسي. أهلا بك سيد توفيق. كذلك نستضيف السيد محمد المختار الجلالي، كاتب مستقل. أهلا بك سيد محمد المختار. أهلا وسهلا بك. إذن كان نبدأ معك سيد محمد المختار، أين تونس من هذا الحوار وما حاجتنا إليه؟ شكرا على الاستضافة. والله قبل أن أجيبك عن سؤالك المتمثل أين تونس من حوار الحضارات، لنضع أو لنحرص على وضع القضية المعضلة في سياق حوار الحضارات. في اعتقادي لابد للحديث عنه من الانطلاق من قضية هامة جدا تتمثل في أن للأسف الشديد العلاقة اللي تحكم الشعوب والأمم لحتى هي علاقة تقوم على الصراع على المصالح. الصراع على المصالح يعني هو في تقديري سبب كل البلايا والكوارث اللي تعاني منها الإنسانية. يفترض بالنسبة للإنسانية أنها توصلت، أنها بلغت درجة من الوعي يجعلها تخرج من مرحلة نقول أنا البشرية إلى مرحلة الإنسانية، يعني أن تستعيض عن الصراع اللي كان ولا يزال يحكم العلاقات بين الشعوب والأمم بشكل آخر يتمثل في التعاون والتآلف ويعني السلام بين الشعوب والأمم. هذا هو. شنو رأيك لهنا سي توفيق الاقتراح قدمه السيد محمد المختار؟ حوار الحضارات يجب أن يكون حوار صادق وحوار واضح، ولا يجب أن نرى حوار. نعرف أن الغرب ينظر إلى العالم الثالث نظرة فوقية. يجب أن لا يكون حوار السيد مع العبد، حوار القوي مع الضعيف. يجب أن ينفتح الجميع ويعامل البعض الآخر بندية والكلام بجرأة في كل المشاكل التي تطرح، حتى المصالح التي ذكرها السي مختار. أي. يجب أن تتعامل دول الغرب مع دول العربية، بما أننا نحن على العالم العربي والعالم الإسلامي، على أساس المصالح المشتركة
تحقيق المصالح المشتركة وليس الابتزاز ونهب الثروات والتعامل بفوقية. إذا كانت حوار هو تعامل فوقي لن يجدي نفعا. صحيح، ما عنده حتى نتيجة، يعني حتى نحن نحصر أكثر. السؤال متاعنا وين تونس، وين الشعب التونسي من ضرورات إعلاء صوت العقل والاعتدال من الإسلام السمح، خاصة في الفترة هذه يعني اللي قاعدة تعيش فيها البلاد. الإسلام التونسي هو إسلام سمح، لكن ولكن في تونس الإسلام غيب أكثر من نصف قرن، والشباب المتعطش للإسلام الذي قمع من نظام بورقيبة وبن علي الآن مذبذ يستقي الأفكار من جميع من عديد الفضائيات. والشباب الذي يحارب في سوريا مثلا هو شباب مغرر به، تتلاعب به الاستخبارات العالمية ويستعملونه في تدمير شعوبنا وأوطاننا. شنو رأيك لهنا يا سي محمد المختار في النقطة هذه؟ أنا نرجع للقضية الحوار بين الحضارات. يبدو لي أن هذا هو يعني موضوع الحوار. خلينا من تونس شوي. قبل الوقت اللي نقوله حوار الحضارات، يبدو لي لابد من شوية تسليط الضوء على هذين المفهومين. احنا نتحدث على حوار الحضارات. خلينا نحدد تقريبا مفهوم الحوار ومفهوم الحضارة. اي بالنسبة لمفهوم الحضارة يبدو لي انه معروف وشائع عن تقريبا الناس كل. اي الحضارة معروفة هي جملة ما يتوصل له شعب من الشعوب او امة من الامم من العلوم، من المعارف، من التقاليد، من الفكر، من الصناعة إلى آخره، من القيم إلى آخره. الإشكال وين تقريبا اللي ربما يتطلب تحديد أكثر لمفهومه هو الحوار. ما المقصود بالحوار؟ لماذا الحوار؟ كيف يكون هذا الحوار؟ ومع من؟ هذا في تقديري، وإحنا نتحدث عن الحوار بين الحضارات، لابد من محاولة مقاربة الإجابة. عن كان نجاوب عليهم الأسئلة ذو ماسي محمد مختار. بالنسبة لمفهوم الحوار، أقصر طريقة لي تقريبا يعني تحديد مفهوم الحوار هو في إبراز عكس الحوار. عكس الحوار هو عكس حوار الحضارات هو صدام الحضارات. أي صدام الحضارات، علما وأنه يعني صدام الحضارات في وقت من الأوقات تقريبا في العشرية الأخيرة من القرن الماضي ظهر تيار يدعو إلى صدام الحضارات، ويقوم على الحرب الثقافية الباردة. ردة الفعل، وخاصة ردة الفعل عندنا احنا العرب المسلمين، هو الدعوة إلى حوار إلى الحوار بين الحضارات بدلا عن الصدام بين الحضارات. التيار هذا ظهر في أمريكا تقريبا بداية من 1993 إن لم تخني الذاكرة. دعوة صريحة إلى أن الصراع في المستقبل سوف لا يندلع لأسباب اقتصادية أو سياسية، وإنما سينفجر ذودا عن قيم ثقافية معينة تتمثل بطبيعة الحال في القيم الأمريكية التي يريد أصحاب هذا الرأي نشرها وتعميمها في الكون، ويعتبروا أن كل قيم، كل ثقافة تتعارض مع هذه الثقافة هي ثقافة معادية. أي. ولعلمك بطبيعة الحال هذا جاء بعد هذا هو لأني حتى نرجع أكثر يعني للحدث أو الحاجة الإيفينمون أكتويل اللي قاعد يصير، وهو مؤتمر ذي اللي صار في البحرين واللي قاعد يصير ويتواصل حتى كشي على ما أعتقد لي يوم الأربعاء. أهمية هذا المؤتمر معناه بالكلام اللي حكيته لي أنت وبتفسيرنا لأهمية هذا الحوار لهناك، ناخذ رأيك استوفيق في النقاط اللي طرحهم سي محمد المختار. أول حاجة فما نقطة هامة الرأي زمني نوضح. الغرب يطرح هو تغريب العالم، الأوكسيدنتاليزاسيون دو مون. إذا كان هو الغرب يطرح تغريب العالم،
معناه يلغي الحضارة العربية الإسلامية. والعالم العربي والإسلامي التوى مشتت دول. أنت معناك تقول لي هكية، معناه أنت تدعو لأن نتقوقع وننغلق على حضارتنا الأم. ولكن الغرب يجب عليه أن يعترف أن هناك حضارة أخرى اسمها الحضارة العربية الإسلامية اللي هو يحارب فيها منذ قرون. واضح. فما حرب بين الحضارة العربية الإسلامية وبين الحضارة الغربية. واضح. يجب أن تتوقف هذه الحرب. أي. ويجب الاعتراف أن عندنا خصوصيات. أي. يجب الاعتراف بها والإقرار بها. وبعد ذلك نتحاور. لكن هو ذو يتحاور معنا بمنطق التدجين. ومشكلة في شعوبنا، وجد في شعوبنا من المثقفين المتغربون الذين يخدمون أجندات الغرب. والاختراقات اللي تقع زادة من الشق، من معناها إشكال كبير ياسر. احنا في دولنا منقسمين، إذا كان مش نحكو على دولات هذه اللي تأسست بعد فما بالك معناها في العالم العربي ككل والعالم الإسلامي. لا نحب ناخذ رأيك لهنا في النقطة ذي سي محمد المختار، ولو أني ما نحبش نغوص فيها برشا، يعني انقسام حتى في داخلنا موجود، صحيحة كفكرة هذه في داخلنا يعني. كعرب في داخلنا، أي. في داخلنا أي. كشعوب حتى كشعوب عربية يعني. كشعوب عربية هو الواقع، يعني احنا كشعوب عربية ندعو الآخر إلى حوار الحضارات، في حين احنا يبدو ان الحوار متعطل حتى بيننا. يعني في عقل بيوتنا الحوار متعطل، مش ما نقولش حتى في داخل اقاليمنا، داخل اوطاننا الاقليمية وداخل مجتمعاتنا الضيقة الحوار متعطل. كيفاش تحب من شعب او شعوب عربية تدعو الآخر لأن يتحاور معها، لأن يقنعها بضرورة التعايش في ظل الاختلاف، في ضرورة الاستعاضة عن الصراع بالتعاون والتكاتف، ونحن في حد ذاتنا لم نتوصل بعد إلى جسور التواصل بيناتنا بيننا. هذا هو يعني رغم الصعوبات هذيا اللي نحكيوا عليها ورغم العراقيل في فتح جسور التواصل بيننا سي مختار كما كنت تحكي لهنا، ما اهميه مدى اهميه مثل هذه المؤتمرات يعني في فتح حتى جسور للتواصل المستقبليه بينت الاجيال؟ هي لابد منها، الحوار هذا لابد منه. لابد منه. وانا اعتقد وامل انه يجي يوم إنسانية، علما وأن في تقديري المتواضع إحنا مازلنا ما بلغناش مرحلة الإنسانية، إحنا مازلنا في مرحلة البشرية. أي. كنت تذكرت من بكري قلت لك مازلنا كإنسانية. أي. مازلنا في مرحلة البشرية. ما ممكن نلج مرحلة الإنسانية إلا بعد أن نقتنع بأنه ما عندناش خيار غير أن نتعايش مع بعضنا البعض. أي. رغم اختلافاتنا في العرق والدين والثقافة والعادات إلى آخره، ونستعيض، نعاود ونكرر، نستعيض عن هالصراع، هالطبيعة العلاقة القائمة ما بين الشعوب والأمم منذ أن خلقت الشعوب والأمم، ما قائمة إلا حول المصالح، صراع حول المصالح. أي. ما دمنا في هالمرحلة هذه في تقديري المتواضع ما زلنا في مرحلة البشرية، ما زلنا مناش مجتمعات إنسانية. نهار اللي نقر ونقتنع أن علينا الاستعاضة عن الصراع على المصالح بين الشعوب والأمم بالتعاون، التآلف. أي. القبول بالتعايش في 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 ظل الاختلاف، عندئذ يمكن وقتها نقول رانا فعلا تحولنا الى مجتمعات إنسانية. واضح. سي توفيق، هنالك من يفضل الانغلاق والتقوقع على الحضارة الأم، كما هناك من هو معتدل، معناه كما ان هناك من هو متطرف. شنو رايك في النقطة هذه؟ هو توا العالم مفتوح ولا سبيل للتقوقع، وما عادش هذا، ما عادش معناها في المستقبل، ما عادش العالم قرية صغيرة. لا يمكن أن نتقوقع، والعلاقات بين الدول المربوطة معناها ببعضها لا يمكن معناها باش نعيشوا كما بكري. يعني معناها العالم العربي ككل ما ينجمش يتقوقع، فما بالك
بالدويلات التي أنشئت بعد التقسيم سايكس-بيكو. هذا هو. أنا العالم مرتبط ببعض وليس ما فماش مستحيل التقوقع هذا أنه يتم ولا يحصل. واضح. لناسي توفيق كنت فسر لنا أكثر يعني كيف يمكن لهذه الحضارات أن تخدم الإنسان مع العلم أنه المؤتمر دي تحت عنوان الحضارات في خدمة الإنسانية. حتى منعني فمش كنت نقول توفير مواطن الشغل معناه كنت عارف ونتلاقح وبينات بعضنا معناه كنت زيت بينا أكثر في المقتل. نشوف الاستثمارات الدولية. صحيح. أنا شركات عالمية تدور في العالم ولكن أي. الإشكال وين؟ الإشكال في الاستغلال. كيفاش؟ نشوفوا احنا الشركات اللي تتحرك في العالم أجمع أي. تلوج على الأجر الأدنى وتلوث البيئة وتدمر الطبيعة. ونحن نحبوا الشركات هذية يلزمها زادة تحافظ على البيئة وتحافظ على الإنسان وتعطيه الحقوق متاعه. الشركات هذية وين يطلع معناها الأجر معناها الأجر الأدنى متاع تاع دولة من الدول تمشي لدولة أخرى أفقر وتستغل الثروات متاعه وتلوث له البيئة وتنشر أمراض وكذا وبعد تمشي. العلاقات هذه الدولية شركات دولية والتشغيل هو معناها زي نفس الشيء. شركات تتحرك في جميع العالم ولكن يجب احترام الإنسان واحترام البيئة. وبيئة سليمة نجم نقفها إنسان سليم. وإذا كان نلوث البيئة بتبيع بشي يتأثر على الإنسان حتى في نفس الفكرة أنا باش ناخذ المقابل متاحة لهنا رؤساء الأعمال يعني والشركات اللي قاعدة تحب معناها تجي وتستثمر لهنا في بلادنا ماهيش أبارنها معناها تلوث البيئة وكل شيء لكن تبحث على الأرض الخصبة الهدوء يعني تبدأ بلاد ستابل معناها دونك لهنا أهمية هذه الشركات لهنا. كان ناخذ رأيك في نفس النقطة سي مختار حتى نوفر مواطن شغل لحد من البطالة اللي قاعدة تفاق من نهار على نهار. سمعني يبدو لي أنا سؤالك تقريبا يعني باش بعدنا شويه تقريبا على القضيه حاجه من الحاجات يعني اللي تجيب هذا الحوار. الحوار الحوار ضروري اهميته يعني الاهميه نتاعو لانها كاسات نتاعو ضروري ضروري ضروري, ضروري. ما عندناش خيار. الشعوب ما عندهاش خيار غير ان تتحاور. حوار يفضي بها في النهايه الى القبول بالتعايش في ظل الاختلاف و استبعاد الأنانية والعدوانية التي ما تزال للأسف الشديد تتحكم في أنسجتنا. شكون يقوم به هذا؟ شكون يقوم به؟ الحضارة الحضارة مبدع الحضارة راه عمره ولا يسعى إلى تدمير الحضارة. المبدعين سواء في الغرب ولا في غير راه المبدع لأنه هو صانع الحضارة. يعني مش ممكن باش يكون هو من يدعو الى تدميرها الى تدميرها. كيفاش حتى نزيدوا نوضحوا اكثر الفكره هذه يا سي مختار؟ الحضاره عندنا المبدع اي اللي يصنع الحضاره وعندنا المستغل اللي يستغل الحضاره. بالنسبه للمبدعين حتى في الغرب مش ممكن نتهموا المبدعين اللي هما تولوا إبداع الحضارة نتهموهم ب يعني تدمير الحضارة من خلال السيطرة على الآخرين إلى آخره. المشكل في من يستغل إبداع المبدعين إبداع الحضارة اللي هما في العادة الرأسمالية الاحتكارية هذا هو واللي تجعل الأنظمة السياسية أي. عبارة عن مخلب قط يعمل لفائدتها وتحقيق أهدافها الخاصة. فإذا كان احنا نحبه تقريبا نتصدى لهذايا ما ممكن نتصدى إلا من خلال التعويل على مبدعين على النخبة المثقفة تتوجه إلى النخب المثقفة في الغرب إلى المجتمع المدني في الغرب ولإقناع المجتمع المدني بالتعاون مع النخب المثقفة للتبشير بثقافة جديدة تحكم العلاقات البينية بين الشعوب والأمم. العلاقات أو الثقافة هذه القائمة ديما كيف ما حكيت لك على الوئام والسلام والتعاون والقبول بالآخر ونبذ الأنانية ونبذ العدوانية ونبذ إصغار
الحضارات الأخرى إلى آخره. هذا يعني اقتراح من اقتراحاتك سي مختار لهنات. سي توفيق في نفس الفكرة كانت حابة نقعد ولا عندك تعليق؟ احنا لو كان نرجع للحضارة العربية الإسلامية كانت حضارة تعيش فيها كل القوميات، ما كانش فما إشكال مع الأقليات ومع اللغة هذه الأقليات والحفاظ والدفاع على الأقليات. كان فما تعايش في ظل الاختلاف اللي كان موجود في العالم العربي والإسلامي. ولكن الآن الاختلاف يستغل من طرف المنظومة الغربية لنشر الفوضى والاقتتال وتدمير أوطاننا وشعوبنا، وهذا كله من أجل الهيمنة ومزيد التقسيم. بالنسبة للحرية والديمقراطية، إذا باش نرجع للحرية والديمقراطية، إذا كان نرجع أحنا محاولة النهوض بتاع العالم العربي والإسلامي القرن 19، جاؤوه معناها وطمعوه بالحرية والديمقراطية وتحريره من الإمبراطورية العثمانية، واستغلوا الشعوب العربية باش حاربوا بهم الإمبراطورية العثمانية، وبعد احتلوا أوطان واستغلوا الشعوب والثروات كذا. أنا أشوف الوقت الحاضر زادة نفس الشيء باسم الحرية والديمقراطية، فما الشعوب قاعدة تقتل وأوطان تدمر، وهذا اللي يزم يتفطنوله أنه خب في عالمنا العربي والإسلامي. النجم يكونوا مختلفين ويلزمنا نتحاوروا مع بعضنا قبل كل شيء، وفما عقلية الإقصاء والإلغاء يلزم هذه تتنحى. صحيح صحيح. يعني رغم ومصيبتنا في العالم العربي هي عقلية الإقصاء والإلغاء، ومازالت مفهوم الدولة مازال ما ترسخش عند الشعوب العربية، مازالوا يحكموا بالغلبة، اللي غلب يحكم ويسحق صحيح. المنهزم صحيح. صحيح. وهذه المصيبة. واضحة الفكرة لهنا. يعني رغم الاختلاف متاعنا لا يجب أن تنقطع جسور التواصل. لهنا سي مختار الجلالي كان يخدم من عندك كلمة الختام لليوم وتعليقك على اللي يعني المؤتمر هذا، حتى نرجع لصلب موضوع. أنا أبارك وأزكي كل عمل من شأنه يدعو إلى التقارب بين الشعوب والأمم، وديما على يقيني من أن أوجب وأوكد ما نحتاج له، خاصة بالنسبة للإنتليجنسيا العربية، لفايدتنا أحنا كعرب ومسلمين ولفايدة العالم بأسره، هو الدعوة لإرساء ثقافة تقوم على السلام والوئام بين الشعوب والأمم، لا على صراع حول المصالح. واضح. سي توفيق تفضل. شكرا. بالنسبة للموضوع هذا زاد الحوار بين الحضارات، ديما نرجع لكونه الغرب ما يلزمش يواصل في عقلية الهيمنة والاستغلال للشعوب والثروات. قبل تتحاور معايا اقبل بيا وبعد نجمو نتحاوروا. واضح واضح. شكرا لك سي توفيق برمضان كاتب وناشط سياسي على الحضور على كل هذه التوضيحات. كذلك نشكرك سيد محمد المختار الجلالي كاتب مستقل على الحضور وعلى هذه التوضيحات. عندك اضافه لو تسمحي؟ تفضل تفضل تفضل. دعوه كي نتحرى في الايه الكريمه ونحن نتحدث عن حوار الحضارات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شكرا لك. ليتنا نتحروا هالآية هذه ونهتدي بمضمونها. هذا هو سي مختار ختامها مسك. شكرا شكرا لك. شكرا لك سي مختار. هذا هو كلماتك أنت تختم بها. وأنا حتى نذكر المشاهدين ينطلق اليوم الاثنين تحت رعاية عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مؤتمر حوار الحضارات والثقافات. يستمر هذا المؤتمر حتى يوم الأربعاء المقبل. مشاهدينا الكرام، هكا نكون وصلنا لختام حصتنا لليوم من الأولى الإخبارية. شكرا على المتابعة وبقية مشاهدة طيبة للجميع. Thank you.